ثم يقول: وهل يملك أحد من المحتسبين منع أحد من المناصحة باللسان؟ كيف؟ وهل يملك أحد من المحتسبين منع أحد من المناصحة باللسان؟ من هو اللي يمنع من المناصحة؟ المناصحة ما يمنع منها أحد، المناصحة المتمشية على الطريقة الشرعية ما يمنع منها أحد، إنما تمنع المناصحة الخارجة عن الطريقة الشرعية. نعم.